الحين بنبدأ بالمطازيز، ويحتاج مكون أساسي اللي هو عجينة المطازيز، موجودة بالأسواق أو نسويها بالبيت. صراحة ما عمري شريته لأن اللي بالسوق ما ينفع أبد. طبعا هو سهل جدا، طحين وماء، ما يبي أكثر من كذا. طبعا الدقيق، دقيق القصيم يفرق عن أي دقيق، طبعا تميزت بشيء تميز به فعلا. هذا الطحين حتى بأهل القصيم بعضهم ما يعرفونه، اسمهم عاية، على المطر حبة عضوية 100%. مطازيز السوق ما ينفع لأنه مو بمعية، ولأن بعضهم طريقتهم ينشفونه ويطلع بريحة أحيانا مهبزي. أبد طريقة العجين، نحفر له بالنص ويضاف الماء وتعجن. هذه العجينة يجب أنها ما تكون طرية ولا تكون قاسية، أقسى من المعجنات بشوي. مثل العجينة كور صغار كلها نفس الشكل هذا. ندهن شوي سمنة وناخذ المثايل ونكورها التكوير كذا. نحط بيديننا شوي سمنة وعلى اسمه مطازيز، من أول يطززونه بيدينهم مثل كذا. هذا هي مفروضة الحين على طول على قدرة، لكن حنا بنسوي طريقة جديدة أسرع وزيان وتحفظ بالفريزر. بخبازة التورتيلا نحط مطازيزنا ونخبزه، طبعا أسرع ويقلل مدة الطبخ. مكونات المطازيز بسيطة جدا، مطازيزنا ولحمتنا وسمن وفقع مجفف وبهارات عدلة، بصل مفروم، بهارات مطحونة، وصلصة طماط، وعندنا هنا خضار على حسب الراوة. الفقع أو الكمأة طبعا هي مجففة ومدقوقة. أول خطوة نسويها نربصها بالماء الحار. لحمتنا لحمة حاشي، طبعا معروف أن أهل نجد يحبون الحاشي، لكن كلنا رغبته عادي، غنم بقر، لكن ننتبه أن الحاشي مدة طهيه أكثر من الغنم أو البقر. قدر الضغط سمنتنا وبصلنا وندبله، بهارنا نضيف لحمتنا، نضيف صلصة الطماطم والماء المغلي. بالكاتم الحاشي يبيله تقريبا نص ساعة، وإن شاء الله بعد ما يقضي اللحم نكمل الطبق. رفعت الفقع وحطته بالنجر أبدقه، طبعا هذا نكهة استثنائية في المطازيز. ممكن نحط فقع طازج، ممكن نحطهم كلهن، لكن في بعض القصمان حتى ما يعرفون هالناشف بالذات الجيل الجديد، لكن يستاهل تضيفون المطازيز، طعم جدا مميز. سؤال، منين نجيب طحينة معية؟ طبعا اغلب مطاحن القصيم توفروا، اسمه معية القصيم. وهذه لحمتنا اضفنا لها الخضار الا القرع، القرع ما هي بطبخ. وهذا ملح، وهذه بهاراتنا، بهارات الكبسة العادية. ضفنا الفقع ملعقة واحدة تكفي. نزيد الماء اللي يغطيه عشان نجدع المطازيز. نجدع المطازيز حيث ما يتنبر، المكان اللي يتنبر به نجدع به، ما نكبه بجميع عبد، واحدة واحدة. أهم ميزة بالمعية أنه يرتفع، مو هو بيهبط ويلبد بالقدر ولا يحرق. وهذه مطازيزنا نخليه على نار هادية ساعة.
إذا عجلين نص ساعة، بس لازم يتنبر مثل كذا. وهذه مطازيزنا مثل ما تشوفون بدأت تنشف، ونحط عليها القريعات هنا هنا. ندخلها بطرف الملعقة بشويش حتى ما يتقطع المطازيز، تأكد انه داخل كله. بسم الله ننتبه المطازيز بهالطريقة.